تركيا في دقيقة. الرئيس رجب طيب أردوغان يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الخامسة لوقف الشباب التركي بمدينة اسطنبول. وزير الخارجية التركي مولود شاوشأوغلو يؤكد أن بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهودا دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. غرفة تجارة ولاية إزمير تعلن أن أول سفينة ركاب ستغادر اليوم من مدينة سالونيكا اليونانية إلى مدينة إزمير. المديرية العامة لمصانع السكر التركية تعلن عن زيادة أسعار السكر بنسبة 8% اعتباراً من اليوم. تركيا في دقيقة.